تتعرض مناطقنا وخاصة في الآونة الأخيرة منذ 20 الشهر، منذ 20 تشرين الثاني، لقصف مدفعي وجوي ثقيل وعنيف من قبل دولة الاحتلال التركي. هذا القصف أمام أنظار وصمت المجتمع الدولي. طبعا الهدف الاحتلال التركي من هذا القصف وتدمير البنية التحتية، وأيضا فشل مشروع الإدارة الذاتية وعمل بلبلة بين مكونات شعب شمال وشرق سوريا من أجل نجاح هذا المشروع الديمقراطي في الإدارة الذاتية وخاصة في شمال وشرق سوريا. يعني معروف بالنسبة للاقتصاد بشكل عام وخاصة الاقتصاد العالمي منذ الحرب الروسية الأوكرانية، يعني أصبحت المنظومة العالمية بشكل عام تمر بأزمة اقتصادية عالمية، كون روسيا وأوكرانيا الدولتان اللتان منتجتان خاصة للسلع الغذائية للعالم، وكل من روسيا وأوكرانيا كان تصدر القمح العالمي من 25 إلى 30%. خلال قصف تركيا في هذه الأيام لمناطقنا وخاصة المنشآت الحيوية مثل محطات أو منشآت النفط ومنشآت الغاز وأيضا حتى المشافي وصوامع الحبوب، وحتى لم تسلم السجون من القصف التركي وخاصة مثل السجن تشركين في قامشلو، هذا السجن الذي يحوي العشرات من عناصر داعش، وأيضا سجن الهول. الدمار الأكبر، دمار الحاصل في خاصة في منشأة الغاز في السويدية، هذه المنشأة كانت تغذي شمال وشرق سوريا باسطوانات الغاز حوالي 16,000 اسطوانة بشكل يومي، وأيضا هذا المعمل كان يغذي أكثر من 50% من التيار الكهربائي لمقاطعة قامشلو من حيث المدن والنواحي والقرى التابعة لهذه المقاطعة. الطاقة الإنتاجية كان لمعمل الغاز حوالي 16,000 قنينة باليوم، والآن هذا المعمل أصبح خارج عن الخدمة، بالإضافة إلى حوالي 5 أيضا منشآت نفط خرجت عن الخدمة. بالنسبة للقصف التركي كان له تأثير سلبي جدا على مناطقنا، وخاصة من حيث التيار الكهربائي وأيضا محطة الغاز في السويدية. لهذه المحطة كانت تغذي اسطوانات الغاز لكافة منازل شمال وشرق سوريا بشكل يومي، كان له تأثير سلبي جدا من خلال قصف تركيا لهذه المنشآت الحيوية. حسب إدارة هذه المنشآت، الآن هذه المنشآت أصبحت خارج الخدمة، ومن حيث القطع في الوقت الحاضر هناك صعوبة في تأمين هذه القطع، لكن الإدارة الذاتية ستحاول بكافة السبل والوسائل لتأمين القطع وتفعيل هذه المنشآت من أجل خدمة شعب شمال وشرق سوريا.